نطلب منك الشفاء لكل المصابين، نطلب منك حبيبات ديالنا وبنات ديالنا. و الحقيقة كما سمحتي وقلتي سيدي الرئيس صراحة هذا يعني نقول بلاص استثنائي، يعني استثنائي بكل المقاييس، استثنائي بالخصوصيات المجالية الترابية، وكذلك استثنائي كذلك حتى بالخصوصيات الوطنية. ونكنشكركم بهذ المناسبة، وكنشكر من خلالكم كل أعضاء المجلس على المجهود الاستثنائي من أجل إخراج مشروع المركز الدراسي اللي هو نموذج يعني الذي سيمتد على الصعيد الوطني. بطبيعة الحال فرح كذلك على تذكر المواكبة والتقدير للسيد الوالي اللي حقيقة كنا في الزمن الرئاسي أننا نخرجوا بوجود الصيغة المتطورة ديالنا. هذا العرض ناقص 1.93% في الإعدادي، ناقص 14%
فصل 04 في تلاميذه. بالنسبه للمفصولين ما كاينش 50% الابتدائي كانوا 4 السنه 2 وحتى داك 2 راه غيكونوا الموضوع ديال التعبئه ديال القافله من اجل استرجاع الثاني او البحث للصيغه الاخرى الصيغه اللي هي الفرصه الثانيه ومراكز ديال التربيه غير النظاميه غير السن ديالو اللي كيتجاوز السن اللي هو فيه. بالنسبه للاعدادي كاين عندنا انتقلنا من هذا الفصول اللي كان 1561 يعني السنه ديال 21/22 انتقلنا 1563 يعني بنقص يعني ديال 63%. نفس الشيء بالنسبه للتلاميذ اللي كان تراجع ديال 10.91%. العطر حنا كما كنشوفوا حنا طرد الحال كيدور هذا اللي كاين عندنا في الاقليم وكان قانون مع المستويات الجهويه والمستويات الوطنيه. فعندنا في الابتدائي 0.45 جهويا كاين 1.90 ووطنيا 2.90. بالنسبه للاعدادي 1.94 جهويا 5.95 ووطنيا 9.90. ثم بالنسبه للتسهيلي 2.239 جهويا 9.16 ثم وطنيا 9.40. وفي حلقه واحده يعني واخا يعني حنا كيبان في هذه النظام كان هي متاحه مقارنة مع باقي المناطق، ولكن كيبقى الهدف هو هذا اللي خصو اننا نحاربوه. لان ملي كنقولوا 0.49 حنا كنعرفوا بان العدد ديال التلاميذ ديال الابتدائي عندنا ما يناهي 56,000 تلميذ. 0.49 كتعطيني 280، دونك هذوك 280 كيبقى تلميذ اللي فعلا خصنا كذلك نواجهوهم. وهذه العمليه كنديروها من خلال واحد العمليه ديال من الطفل الى الطفل، كنحاولوا ان نديروا واحد القافله ديال التهيئه يعني المجتمعيه، واللي الاطفال هما اللي كيدوروا يعني في السكنيات يعني اللي كيتصلوا بالزملاء ديالهم اللي انقطعوا الدراسه. يعني بالرغم من ان النساء منخفضه في القطاع يعني الدراسه كيبقى شيء لا يشاهد. هنا كذلك التعليم الاشتراكي هو اللي كيخص يعني الفرصه الثانيه للجيل الجديد، وهذه الفرصه الثانيه للجيل الجديد هو ان كيفتحوا واحد المراكز، فتحنا في السماره، فتحنا في هولندا، غادي نفتحوا كذلك في السياحيه، كذلك غادي نحاولوا نوصلوا كذلك السنه المقبله. هادو يعني كيديروا الدراسه والاستئناس المهني، وغالبا يعني كاين 295 هما الهدف اللي كانوا كيتشجعوا في المراكز، غالبا كلهم كيختاروا الحلاقه في الكهرباء او النجاره ديال الوالدين. دونك هادو هما المهن اللي حنايا وهذه العمليه اللي كنديروها بشراكه مع الجمعيات ديال المجتمع المدني. المجال ديال التوسيع ديال الخريطه، وهنا كنشوفوا العدد ديال التطور ديال المؤسسات والحكومه اللي كيعرف طبعا يعني كاين الناس هنا اللي كثار وكيعرفوا العدد ديال المؤسسات اللي كانوا في سخيرة سنارة. كاين يعني كنتذكر يعني في 2010/2011 لم تتجاوز يعني المؤسسات التعليمية في العمل ديال سخيرة سنارة 100 أو 104. الآن راه 194 مؤسسة تعليمية اللي كاينة في العمل ديال سخيرة سنارة، يعني واحد التطور يعني كبير. حنا غير من 2018 هنا يعني كاين ما يفوق على 30 مؤسسة اللي تبنات، وحتى بالنسبة لهذه السنة فلأول مرة يعني في التاريخ ديال المدنية يتم يعني برمجة الاعتماد المالية المخصصة لبناء 6 ديال المؤسسات التعليمية في العام 2016. ما عمرو كان كيتجاوز 2 أو 3 ديال المؤسسات التعليمية، ونقول بأنه يعني ما كافيش بالنسبة يعني الحركيه ديال السكنه والتطور ديال السكنه. هذا السته ديال المؤسسه فيهم 4 إلى 4 أجور وفيهم 2 ديال المدينين في الميزان. الان كيبان يعني انتقلنا من 101 ديال المؤسسه ديال التعليم الابتدائي 108 هذا المسند الدراسي، انتقلنا في الاعدادي من 42 ل 51 مؤسسه تعليميه، وانتقلنا في الثانوي من 32 ل 35 ثانوي تعليميه. التطور ديال الثانوي انتقلنا من 55 و
و601 الى 97000، وانتقلنا من 22000 الاعداد الى 34000، وانتقلنا من 21000 ديال الثالث ديال 21000. حنا الوتيره اللي مشات لها الثلاث سنوات وخاصه نظرا يعني الطابع الاستقطابي اللي كتعرفوا العام السنوات فيما يتعلق بالبناء ديال السكن الاقتصادي والحركه ديال الساكنه، ما كتعرفش فقط الاستقطاب غير هنا في العام ديال السنوات ولكن كذلك حتى في يعني في المدن المجاوره. وهنا كنلاحظوا دائما واحد الوتيره ديال الارتفاع ديال العدد ديال التلاميذ من سنه الى سنه اخرى ما بين 8000 الى 10000 في اليوم، وهذا في غالب الاحيان ما كيكونوش حتى يعني في التوقعات ديال الخارج، يعني ملي كيجيو كل اقل اخرى انت كتوقع غير كل ما يعني التدفق ديال التلاميذ في داخل الاقليم، ولكن اذا كنت جيت من خارج الاقليم ويستقر انت ما تقدرش انك توقعو نهائيا. بالاضافه الى الاستثناء اللي غادي نتكلموا عليه وغادي بغيت غادي نفصل لكم حتى هذه الحركه اللي بدات ديال التلاميذ ملي بدات العمليه ديال اعاده الاحتواء، هذه الحركه حتى هي عرفنا التلاميذ فين مشاو ولكن ما عرفناهمش فين غيمشيو من بعد، يعني عرفناهم كيتسجلوا ولكن واش غادي يستقروا في الصغيره واش غادي يستقروا، انا نعطيكم التفصيل الكامل باش تعرفوا المواكبه اللي عملوها. هنا غادي ندوز بالنسبه للبنيات التربويه، فهي كتشوفوا غير بالنسبه للمسجل الجدد يعني في السنه الاولى راه كاين واحد التطور ديال 29.91%، يعني انتقلنا من 12543 اللي كانت المسجل الدراسي المغربي هذه السنه 15413 هذو المتمدرسين جدد كيتقيدوا السنه الاولى ديال التعليم الابتدائي. هنا البنية، هنا البنية غادي نشرح دابا مثلا غادي نشوف السنة الماضية في 22 23 كانت عندنا آخر 813 ديال الأقساط، جينا هاد السنة اللي العدد ديال التلاميذ أكثر غادي نسأل أي واحد يقول مثلا وجينا هاد السنة عندنا أقل عدد من الأقساط 1992 المفروض يكون أكثر، ولكن حنا شنو دابا؟ نظرا لان عندنا اكراه ديال الموارد البشريه خصنا الاستثمار الامثل ديال الموارد البشريه، قمنا يعني بلوبتيميزاسيون ديال لي ريسورس هيومان باش نوفر الفائض ديال الاساتذه، علاش؟ لان عندي مثلا في الجامعه ديال السكرات عندنا اربعه المؤسسات اللي فتحت جديده لم تكن مدرجه في الخارطه، ما كان عندنا مدير ما كان عندها اساتذه ما كان عندها الطرق ديالها، صافي انا خصني ندبر يعني بالمتوفرين اللي كاين على صعيد العمل، وهذا هو اللي جعلنا في الصيف ديال الابتدائي نديروا هذه الاوبتيميزاسيون ديال العدد ديال الاقسام ونكونوا حاليا فيما يتعلق بالتشيك ديال الموارد البشريه باش يمكننا نغطي كل الخصائص اللي كاين على الصعيد ديال المستوى الاقليمي، ونعيد لكم بان العمليه مكناتنا من توفير فعلا الفائض خاصة في التعليم الابتدائي، يعني هذا المتناول عندنا الإمكانية ديال استكمال الحصص، مثلا واحد عنده 10 ساعات كيمشي يكمل الحصص ديالو في مؤسسة مجاورة، هذه الإمكانية غير متوفرة في التعليم الابتدائي وهذا هي المقاربة اللي اشتغلنا بها مثلا. كذلك هنا العدد ديال الأقسام المكتسبة حنا كنعتبرو من 41 44 هو قسم مكتسب، حنا كنشوفو هاد القسم اللي يعطى عندنا السنة الماضية كانت عندنا 3.8% ديال الأقساط، هاد السنة ارتفع ل 5.2%، وكذلك هاد الموضوع غادي نشرحو ملي غادي نجي للبنات بالتسقيط. الإعداد كذلك عندنا كانوا عندنا 368 ديال الأقساط ولاو عندنا 892، عندنا العدد كذلك ديال انتقلنا من 20% ديال الاقسام اللي بدل من 41 الى 23%، ولكن كذلك عندنا اقسام اللي هي كتقل الثاني ديال 29% واللي هما العدد ديالهم يعني 1.34%. بالنسبه للثاني عندنا
وتقريبا 621 قسم الى 629 ديال الاعصاب. وهكذا كذلك الاعصاب اللي تقريبا 45 الى 81 من 7.22% الى 12.88. وتقريبا كذلك ان الاعصاب المختفى كيحصل لها 27% تقريبا 96 قسم الى 92 قسم، يعني عندنا 14.62 ديال الاعصاب اللي كتقل العدد ديالها من 27 ديال التلاميذ. هنا هو المؤسسات اللي تم الاحداث ديالها في شركة تقريبا التهيبه في الصخيره حقيقة، يعني تنويه كل الأطراف المتدخلة، يعني كذا السيكات العامي وعنوان هنا، يعني كل يعني كل يعني الصغيرة والكبيرة برضو، يعني يعني البلاد المشاركة المشاركة اللي دينا فيها غادي كتكلموا عليه في شهر ماي، شهر ماي شهر يونيو راه بداو الأشهر، يعني من بعد ما درنا يعني العملية ديال هذا شهر يونيو بدا، راه الآن شو تنبير راه هما جديد المؤسسة باستثناء مؤسسة واحدة هنايا اللي كان عندنا الشاب ديال يعني الملاك ديالها. حقيقة الموضوع هذا ماشي في الكلام ديال الأرض، باسكو حنايا الوتيرة اللي غادي نديها في العالم ديال الصغار الصغار يعني ما كتمشيش بنفس السرعة اللي غادي نديها، يعني العملية ديال الاقتناء تعرفوا بأن باش كيما ندخلوا واحد الحرب ونبني فيها خصكم التسمية النهائية ديال الاقتناء. كاين اللي كيسهل فيه الله وكان مع جلسات بحال اللي درنا في مواقع مع السيد الكاتب العام السيد الباشا، شطينا في الشهر ديال الصغار مع السيد الباشا مع الملاكين ديال الصغيرات واللي في الحقيقه عشيهم الخير وكلهم وقعوا معنا محاضر بالتراضي باش يخليونا نبنيو في انتظار التسميه النهائيه ديالها. وهذا هو اللي يمكننا ان نجسنا بهذه السرعه، ولكن كاين اللي ما كيسهلش كثير ما بحال عينتي، يعني عينتي بجوج ديال جوج ديال المنعشين العقاري اللي كنا كان زعما كنقولوا هادو كما كيقولوا في الكتراس والقلات، يعني كنتمناو ان هما اللي يجيو عندهم هادو، فهما يعني شرطوا ان يعني حتى التسميه النهائيه، وهذا هو اللي كيقهر المشاريع. دونك عمر شفتي كيما قلت يعني صحيح القطعه العربيه ما يعني ما بقاش حنا كنقصدوا المسطره الاداريه المعمول بها. كذلك التنميه ديال المؤسسات التعليميه اللي فتحنا فيهم مدرسه ابتدائيه فتحنا العام اللي فات، ولكن فتحنا بدون ما دخلش الخريطه، يعني دابا عاد جاو على اساس دائما ان الشهر السنه الماضيه 24 استاذ ما كانوش مدرجين في الخريطه، وتمكنا يعني بالتضحيه ديال مجموعه ديال الطرق التربويه اللي جبناهم من عين عمده ومن عزه ومن عين يعني من سي يحيى باش انهم حطوا هذا الحصص ديال المؤسسه، لان حتى السنه الماضيه كانت واحد الفئه اللي استقرت يعني في اذا عندنا هنا اعداديه اللي تكلمت عليها اعداديه الظروف، يعني هي اللي هي الملاك ديال العرب ما بغاش تلغى ما بغاش حنا كنتسناو حتى يبدا بالمسطره ديال الامريكيه. دونك حنا راه يعني هدرنا مع هذا ديال الدوله الدعوه كل ما راح يدازت الدعوه اللي راه كاينه من اجل يعني الحيازه ومن ثم راه يبدا. كاين كذلك نفس الشيء بالنسبه تلميذ عثمان السعدي في عينتي، يعني هذا مشروع لي سنتين ومبرمج، ولكن اضطرينا ان نسلكوا نفس المسطره ديال الحكم القضائي بالحيازه العمليه اللي رفضوا مرحبا. دونك الحمد لله بقينا حتى يعني خدمنا الحيازه عاد دخلنا، يعني كان كاين تما ما بقينا مؤسسات قريب فيها شي شاب. وكذلك التوسعه وكذلك العماره، يعني لان راه حتى القطاع الارضيه في بعض الجامعات ما بقاش مثلا عينتي ولا كل مره كيجي عينتي لان عينتي لان فين كاين اشكال تما، يعني هذاك لو سونتر اللي فيه اكبر تكتوس ديال السكينه ما كاين حتى شي قطاع اقتصادي ديال المؤسسات، كل قطاع اقتصادي كله خارج، يعني ما كاينش كاين وحده، يعني واحد المساحه قصيره اللي كاينه ديال الاكستنسيون ديالها. نفس الشيء بالنسبه للتمام، يعني
ما كاينش في تمارا، يعني كاين قطاع اللي متوفر دابا كاين فقط اللي في المنطقة ديال الفوارق، وكاين هذا في الاكسبانسيون ديال السكون ديال الفرق فير 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 انتي. هذه هي التوسيعات، هذه ما بداتش من المؤسسات الجديدة، هذه الصور اللي عيطها، هذه المؤسسات اللي بدات في شهر يونيو، والآن هي جاهزة يعني كتستقبل التلاميذ والمديرين راهم في تواصل مع يعني الأسر اللي ترحلت، وراح تنسد مع السلطات المحلية، راح تقسم ديال الأحياء، يعني باش ننظموا، باش مثلا هذه الأحياء مثلا هما اللي غادي يستعملوا هذه المؤسسة إكس، وهذه الأحياء هما اللي غادي يستعملوا المؤسسة إيغاب، باش يكون واحد يعني المنطق في التوزيع. كذلك هذه الإعدادية اللي تهي مجاورة لحسن الغراني واللي هي في المنطقة ديال الريف، كاين هذه المدرسة ديال البنور البيضاء اللي هي في المنطقة ديال الفتح، هذو الأقسام حتى التجهيزات كلهم تم توفيرهم في شهر غشت وتحطوا يعني في المؤسسة التعليمية. هذه إعدادية كل الرفاعي، هذه كذلك كاينة في يعني في وارق، ولكن الطلب ديال الناس ديال الفوارق هو ما كاين حتى شي مؤسسة عمومية في المنطقة ديال الفوارق، سدينا دار الإعدادية اللي غادي نحطوا فيها نواة ديال التسهيل، ثم عندنا مشروع ديال بناء مدرسة ابتدائية. هنا الإعدادية ديال إبراهيم خليل كذلك اللي جات في المنطقة ديال الفردوس نموذج، كذلك هي جاهزة جاهزة، والآن يعني تقريبا راه وصل يعني مدير التسجيل ديال 600 ديال التلاميذ اللي سجلوهم من يعني من قاعدين دور الصالح. هذه الاعداد اللي مهم بزاف، هذا كان اخر يعني مشروع اللي كان عندنا جوج ديال المشاريع في تلصنا اللي هما واقفين من 2011. واحد هو يفتتح السنه الماضيه، وهذا راه يعني في المراحل الاخيره ديالو ديال التهيئه، باش انا حتى هو غادي يفتحوه باش ما تبقاش حتى شي بنايه يعني توقفه في تلصنا. هذا حمايه السديد اللي كاينه في عين عزيز، حتى هو الاقسام راه جاهزه، ولكن في الضمه من التلاميذ حفاظا على السلامه ديالهم، ما دخلوهمش دابا يعني دخلوها في الثانويه المجاوره اللي هي مدينه نجره، لان طلبت انه ما يتم الادخال ديال التلاميذ حتى تحيد ذاك الكروه، لان باش ما يمكنش ان يعني التلاميذ يدخلوا يعني كاين يعني تهديد ديال السلامه ديالهم. دونك ان شاء الله ما تستغرقش يعني واحد 30 يوم باش ننهيو هاد المساله ديال الكرو. هنا كذلك الاصلاحات كاين كذلك وكذا مجموعه ديال التسهيلات اللي كلها يعني كتصار يعني الانهاء ديالها في مجموعه ديال الجماعات تمارا الصغيرات في عودة سيدي خيا. هذا بعض الصور خاصه باصلاح التسهيل اللي درنا في المستوى الابتدائي، هنا اصلاح والتسهيل كذلك اللي كاين على المستوى ديال الاعدادي، كاين كذلك الاصلاح القانوني اللي كاين على المستوى ديال التسهيلي. هذا بعض الصور البحث يعني الملائكه الرياضيه اللي درنا حنا خلقنا في جوج مؤسسات غادي نوصلو، خلقنا المسلك ديال الرياضه والدراسه، فالكلام كيقراو الصباح وفي العشيه كيديروا الرياضه سواء في المؤسسه التعليميه او في النوادي ديالهم، لان الفئه المستهدفه هما ذاك يعني المشروع ديال الابطال الرياضيين اللي كيكونوا منخرطين في النوادي. الان عندنا جوج مؤسسات على صعيد ديال الاسلامه، كاين مؤسسه غادي يديروها في الصخيرات وكذلك مؤسسه في عين عوده. هنا كذلك الاصلاح القانوني بالنسبه للابتدائي، هذا الاصلاح القانوني بالنسبه كذلك للاعدادي. التدابير الاستباقيه اللي كاين بغيت نعرف باش نتقاسم معاكم، راه العدد ديال التلاميذ اللي حنا تبعناهم في المشروع منذ بدايه العمليه ديال اعاده الاسكان بلغ 8040 ديال التلاميذ، ولكن اللي تبعناهم ماشي كلهم شغل صغير. هنا عندنا التوزيع، عندنا راه 643 استقر في سيدي حيا، عندنا 972 أو 40 استقر في 426، ثم البلد ديال تمارا بقاو في 950. حنا إلى حدود النهاية، وهذا هو دائما الخصوصيات ديال المسجد الدراسي، حيت حنا في آخر المسجد الدراسي قلنا 844، ملي كنهضر على 844 كنهضر غير على حصة الصغيرات، راه باقي عندنا كذلك هي المنزل
والعمليه اللي كان ديال الصباح والعمليه ديال سيدي يحيى، هذا كلهم راه متحقق فيهم، ولكن هذا ديال الاستخراج بقينا حتى تحقيق السنه وحنا كنطلعوا المؤشرات باش نعرفوا هادو واش خداو المغادره ولا ما خداوش. فقط 4% منهم اللي خدات المغادره، يعني قد 96%. داكشي علاش دابا كتشوفوا في هذه الموسم الدراسي الجديده كاين واحد الحركه غير اعتياديه، لان حتى دابا عاد الناس مشاو كياخذوا المغادرات وكيستقروا في المؤسسات، وشيء طبيعي انه ملي كياخذ واحد المغادره يعني كيتعرفوا في واحد المؤسسه ويقول لك انا بغيت ندخل. انا دابا مع العلم ان غادي نجيب التدقيق، وهذه الحركه باش نسجلوها باش التحقيقات ديالنا كامل، لان كنظن بان ما تم تحقيقه في العام اللي سيطر ما كانش كيتوقع اكبر من المتفائلين، اكبر من المتفائلين ما كانش كيظن بان القضاء على الدور الصحيح غادي يتم بهذا السرعه اللي تم بها من طريق الحال، يعني بالاصرار والمواكبه والاشراف ديال السيد الوالي اللي في الحقيقه تمكننا منه. ملي كتكون هذه العمليه من طريق الحال كيكون بعض الاكراهات، كنقول خصنا يعني يتضافوا الجهود. علاش كنقول هاد الكلام؟ لأن عندي إحصاء دقيق لكل مؤسسة تعليمية، الفائض من المقاعد الدراسية موجود في كل جامعات، وخير هذا الإكراه في الإشكال اللي كيوقع لنا، الإشكال اللي كيوقع لنا في الرغبة ديال الأسر، كيجي كل شي واحد مؤسسة كيقول لك بغيت نتسجل في هذا، وإلا مشى وقال للمدير لا ما كاينش مقعد كيقول لك انا وليداتي ما لقيتش انا، مع العلم ان الان عندنا فرصه ذهبيه ندير النقل الدراسي اللي كاين الامكانيه حتى ديال تغيير المسارات، لان مسارات جديده تتخلق من اجل الاستجابه للطلب ديال التدرس، وكذلك حتى التوزيع العادي في المؤسسه التعليميه، لان ما يمكنش مؤسسه يكون فيها 1200 تلميذ ومؤسسه فيها 200، وراه كاين العلم مؤسسه فيها 200 تلميذ فيها 160 تلميذ 240 كلمه، ومؤسسه فيها واحد الاحتمال نظرا للقدر، حنا نتفهم بان كلشي غادي يبغي مؤسسه تكون قريبه، ولكن ملي كتكون يعني اكراهات لازم اننا كلشي يتضاف الجهود باش اننا نلقاو الحلول الكفيله بمعالجه هذه الاشكاليات. فهنا كيبان لكم التوزيع، راه كل التوزيع الجامعات ماشي كلشي شهر صغيرات، كاين اللي باقي يستقر في الجامعات ما كيتبعوا هذه الحالات. العدد الاجمالي هو هذا 495 في الابتدائي، 2397 في الاعدادي، و 1592 في التسهيل، مجموع 8044. من طبيعة الحال حنا باش نوفروا حنا حسبنا قلنا دابا هاد العدد خصني نعرف راسي بشحال غادي نوفر ديال المقاعد الدراسيه. اولا المقاعد الدراسيه كنوفرهم بالاحداثات، ولكن كذلك كنوفرهم بالتوسيعات، وكنوفرهم بتغيير البنيات. كاين مؤسسات اللي كانت كتشتغل فقط بسته ديال الاقسام، رديناهم 12 قسم باش يعطينا الامكانيه ديال اننا اضافه ديال التلاميذ، ولكن قالك مثلا راه مثلا المدرسه ديال الحجر رفعنا الطاقه الاستيعابيه ديالها 282، ولاد عثمان 161، عمر الخيام 180، هنا 823 منصب، يعني فقط اضافه بالاضافه كذلك الى الاحداثات اللي غادي نجي نخصها. فهذا عندنا 1060، هذا ممكن يكون الطاقه الاستيعابيه الدنيا، يعني راه يمكن انه فوق هذه الطاقه الاستيعابيه 1680 في الابتدائي، بالاضافه الى التغيير ديال البنيه 1680 كذلك في الاعدادي، والتسهيلي 28. المجموع ديال المقاعد اللي ممكن اننا الدراسيه نوفروها فحسبنا كاين 6500 ديال 23، فحسبنا هاد 6500 حنا قلنا العدد ديال التلاميذ هو 844، غنحيدو منهم هادوك اللي استقروا ديجا هاد اللي فات استقرات من العدد ديالهم كيفوق 1700. اذا حنا هاد 6500 يعني في اقصى الحالات الى قرر كلشي يمشي للسخيرات فممكن ان نستقبلوا لهم ونوفروا لهم المقاعد الدراسيه ديالهم. الاستثناء الوحيد هو ان غادي نضطر للاستعمال او لاعاده استعمال النقل المدرسي باش المؤسسات اللي يعني خايبه يعني حتى هي يعني تحت المجال الموارد البشريه. حتى هنا عندنا واحد المسير ما نطولش فيها بزاف، 91 ديال الموضوع
سنين، لان الى لقيت المواكبه، لان احنا اكتشفنا بان ملي كيقرا الاول والثاني الى جبتي السادس سولتيه كيبقاش. دونك انا هنا خصني نقترب هذه المقاربه ديال فعود من تحسب عندي حقائق حتى ديال المؤسسات راه كنا فيها انا مزيان، ونفضل يكون عندي مؤسسات محدوده ولكن يكون عندي يعني التعليم ويكون الوقت ديال التدريس ديال المزيانيه. عندك كذلك الخصائص اللي كاين على مستوى ديال الاعدادي اللي كيتم التغطيه ديالو من طرف حد التكليفات واستكمال الحصص. كاين عندك كذلك المستجد على الصعيد الوطني وتأمين مدارس اللغه الانجليزيه على مستوى ديال الاعدادي. هذه السنه الهدف من طرف حد اللي كان هذه السنه المستجد هو ان التغطيه ديالو 50% على المستوى ديال الثانيه الاعدادي و10% يعني السنه المقبله 100% في الثانية الإعدادية و 50% بالنسبة الأولى إعدادية، على أساس أن السنة يعني اللي بعدها تكون ديال التعليم الشعبي. الحاجيات هذا تهما راه تم التغطية ديالهم، أنا ما نقولش عليهم. الحاجة ديال الموديل اللي ما عندناش هو تم التغطية ديالهم. العملية ديال اليوم يحفظها راه بطريقة حال لازم نوقفوا على الجهود اللي دار يعني على صعيد العماله وكذلك المصلحه المختصه في المديريه ديال سيرة العماله اللي الحمد لله يعني استفدنا ان غير شعب وصلنا يعني وصلنا بلاتفورم يعني كانوا بقاو المحافظ يعني تعطاو يعني في يعني في الفاتح او الاعتام ديال شهر الختام ديال العام اللي كنتاكد بان يعني كل بلاتفورم موفره في المؤسسه التعليميه يعني توزيع حتى هو غادي واحد السلاسه في هذا المجال. العدد اللي مستفيدين هو 1399 الابتدائي. عندنا بالنسبه للمبادره الملكيه مليون محفظه ديال الاعدادي عندنا 9766. عندنا كذلك العدد ديال المستفيدين من الاطعام 9850 ديال الاطعام. كذلك 21548 ديال الاسر المستفيده من البرنامج ديال التيسير. المنح الحمد لله كذلك في شهر نوفمبر يعني لان لجنه ديال المنح تتم يعني تحت الرئاسه ديال السيد عامر سكرة تبارا الحمد لله دوزنا يعني هذا الشيء بكل يعني اريحيه وقلنا يعني ربما نولي لنا السباقه من اجل اتمام هذا الملف هذا وزعنا جميع المنح. وحنا الطبيعي ديال عامر سكرة تبارا باش يكون عارف كل شيء راه ما بقاش عندنا واحد الاكراه ديال الداخليات ربما الإكرام الوحيد اللي كاين في الجماعية السياحية. السياحية هي فقط يعني الجماعة الوحيدة اللي كتوصل للطاقة الاستيعابية ديالهم. عندنا الداخلية الأخرى كاينة في عين عودة ما كتوصلش نفس الطاقة الاستيعابية ديالهم. والداخلية الأخرى اللي كاينة في الصباح هذه الحسن المالية حتى هي ما كتوصلش يعني الطاقة نفس الطاقة الاستيعابية وهذا كيظهر يعني الظاهرة ديال التبدل اللي كاينة في العمل ديال السكرتيرة وكذلك يعني الاسطول ديال النقل الدراسي اللي قلنا مثلا الداخليه ديال عين عوده هذيك تخلقات اساسا من اجل استجابه للطلب ديال التدرس ديال ام عزه باش تكمل، ولكن مع النقل الدراسي كل شيء ما كيفضل يجي كرا ويمشي يبات في دار يعني وصحات هذيك الداخليه ما كتوصلش للطاقه الاستيعابيه ديالها. المنح كذلك تم التوزيع ديالها على المستوى الاعدادي مستجدات التربويه ديال المنح هذا عربي بوف ربي يدعو لما تولى المستجدات التربويه بلاش كتعرفو خريطه الطريق السلسله الوزير كتركز على المحور ديال الكليم المحور ديال الاستاذ والمحور ديال المؤسسه. من خلال هذا المشروع ديال المدرسه الرائده كاين عندنا اربعه ديال البرامج شكون دارجه كتقيس يعني المعالجه المحافظ ديال الهضره وهي عدم التحكم في التعلمات، لان واحد الكليم اللي ما كيتحكمش في التعلمات وكيجي نقاط متدنيه ويقدر يكون عرضه للتنمر يعني من الزملاء ديالو هذا المشروع ديال هذه المدرسه، يعني واحد الوقيته ما يمكنش يقدر يبغي يجي المؤسسه، فالمعالجه كانت من خلال واحد المشروع اللي هو سميتو مشروع الدار وهو التدريس وفق المستوى المناسب لكي يعالج به السنة السديدة التحكمات على صعيد المؤسسة. كذلك هذه المدرسة الرائدة كذلك
كان فيها بالنسبه للمحاضرين الاستاذ كان فيها تكوينات مكثفه للاساتذه من اجل هذه الطرق البيداغوجيه الجديده. كاين كذلك على المستوى ديال المؤسسه كاين التسهيل ديال المؤسسه التقنيه، كلهم تسهلوا، كلهم دافعوا واحد المواصفات معينه، الاكثر كلهم جهزوا بالتنشر. كان الاساتذه تعملوا ان تسيبورتا باش يكون هذه المرحله ديال المدرسه الرائده هي المرحله اللي غادي نزلوا بحال غنقولوا واحد البيئه واحد الريزرفوار اللي غادي نديروا فيه كاع المكونات ديال الاصلاح ونجربوهم قبل المرحله ديال التعليم. ديال التعليم العام اللي خسرتها عندنا 19 مؤسسه ابتدائيه اللي معنيه بهذا المشروع. هنايا هي 19 مؤسسه تعليميه، يعني بالنسبه للاولويه للمؤسسه التقنيه حنا طلعنا 16%. وافقت الوزاره على المقترح ديالنا، عندنا اربعه ديال المفتشين، حتى المفتشين فيما يتعلق بالتخطيط التمرن والمواكبه، هاد المفتشين ما بقاش عندهم بزاف ديال المؤسسات، الراي اللي عندهم هو اللي كيواكبها بتقسيط ديال ان اربعه ايام في الاسبوع كتكون زياره كل يوم لكل مؤسسه، واليوم الخامس يتم التقييم ديال العمل في هذه المؤسسه. هذه الصوره ديال المدارس الرائده، كما كتكون 12 مؤسسه يعني في الوسط الحضري في الوسط القرن. هذه النماذج ديال الصور ديال المؤسسات الرائده بالمواصفات اللي مطلوبه. كاين كذلك عندنا فيما يتعلق بتدريس المواد العلميه بالتكنولوجيا الحديثه، بيانات وعلوم الحياه والارض وعلوم الفيزيائيه. عندنا مشروع على فتره ديال العمل ديال السنه ديال خمسه ديال المؤسسات اللي عندنا هي اللي كنديروا فيها المرحله ديال التشغيل قبل ما نعلموا على جميع التعليم. والتواصل بطبيعه الحال ما يمكنش اننا يعني نوصلوا للاهداف ديالنا كاملين ونتغلبوا على الصعوبات اللي ما كانش التواصل يعني مع كل المكونات ديال المجتمع. فمن خلال هذا الطريق الحال كاين عندنا كذلك حتى المجال ديال الشراكه العاليه من اجل التوفيق وتنسيق المقتضيات ديال خريطه الطريق. كاين ضغط على العمليه، استقبال دراسه الفتره الصغيره، برنامج زياره للتتبع الميداني، برنامج زياره تتبع مواكبات طرف لجنه اقليميه، برنامج اللقاء المنزليه مع الجمعيات الشركه وجمعيات المجتمع المدني. كاين كذلك في مجال ديال التواصل كاين اعداد مجموعه ديال الكبسولات وكذلك حتى يعني الاشتغال على العدد ديال المنخرطين في الصحه ديال المديريه اللي الان كنعكا هدف 13000 منخرط، بالاضافه الى القيام بالحملات ضد يعني كل المناظر الاعلاميه سواء المحليه او الوطنيه. فيما يتعلق بالاكراهات هي اخر سؤال. يتمثل الاكراه الجنسي الذي تواجهه المديريه في الحركه السكانيه والتوسع العمراني الممول، وهذا اكراه غيتفق مع الشهاده عن طريق الحال بكل العمليات ديال هذا. تحويل التلاميذ من مؤسسه الى مؤسسه كتعرف واحد المقاومه ديال البلاد والقصار، وهو كيخلق لنا واحد الاكراه كبير. كيتاخر استصدار ديال الرخص ديالنا، وهذا بطبيعه الحال مرتبط بهذيك التسويه القانونيه ديال العقار. دونك هذا نجم تكون قبيله، حنا ما كنمشيوش بلا ما نبداش لي بروسيدور ديال التسويه ديال العقار، كتاخذ واحد الوقت. من طبيعه الحال في العالم ديال السيارات الصغيره كنبغيو نستفدوا واحد النوع من الاستثناء، لان كاين عندنا واحد يعني الاستعجاليه فيما يتعلق بالاستجابه لهذا. كاين مشكل اراضي مخصبه، وغالبا ما كنلقاو الاراضي الفلاحيه، يعني جماعات متعدده كنلقاو الاراضي المتخصصه وهي اراضي خارج يعني التجمعات السكنيه، ويسعى بعد الاحيان التكنولوجي اليها غير مجهزه. كذلك المشكل ديال افتتاح مؤسسه التحديد بدون مطار، ولكن الحمد لله غلبنا الله على الاجهزه. شكرا لكم، استسمح لكم.